نرحب فيكم مشاهدينا من جديد، ويسرنا الحين ان نلتقي عبر السكايب مع المهندس صالح الفداغي، نائب المدير العام لشؤون المطار بالاداره العامه للطيران المدني، وراح يكون الحديث عن البروتوكول الصحي للتشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي، والدليل الارشادي لممثلي الجهات التنفيذيه لاعاده تشغيل الرحلات التجاريه. مساك الله بالخير مهندس صالح، وحياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. مساكم الله بالخير وحياكم الله ومشكورين. حياك الله مهندس صالح. بداية ودنا نتكلم عن إصدار الإدارة العامة للطيران المدني تعميم حول البروتوكول الصحي للتشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي، والدليل الإرشادي كذلك لممثلي الجهات التنفيذية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية اللي راح تكون إن شاء الله من بداية شهر أغسطس. كلمنا عن هذا الموضوع. نعم، بعد اعتماد مجلس وزراء الموقر لخطة الطيران المدني لإعادة التشغيل التدريجي في مطار الكويت الدولي، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة معالي رئيس الطيران المدني، وتم تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد البروتوكول واعتماد البروتوكول الصحي وعكسه عن طريق إجراءات تشغيلية داخل المطار. وبالفعل لله الحمد قبل يومين تم اعتماد البروتوكول والإجراءات من جميع الجهات المعنية، تم إصدار هذا الجهة. البروتوكول طبعاً معني في كل جزئية، مكون من 90 صفحة، وكل جهة بالمطار ما هو الدور المحاطها وما هي الإجراءات الحفاظية وكيفية عمل ووقاية هذا فيها الإجراءات الطيران، فيها الجهات الحكومية، فيها المسافر، وكذلك مرتقي المطار. نعم مهندس صالح، ودنا لو تعرف المشاهدين شنو هي الإجراءات اللي ضمن البروتوكول الصحي اللي إن شاء الله راح تتبعونه. نعم، إذا بنقول الإجراءات العامة اللي يمكن هو ارتداء الكمام الواقي، كذلك عدم الدخول لمباني المطار سواء مسافر أو للموقف إلا بقياس درجة الحرارة، وإذا كان في عنده ارتفاع في درجة الحرارة في أي فيروس تحويله مباشرة إلى عيادة. كذلك راح تشوفون شكل نهائي لمباني الركاب نفس قبل كورونا، راح نشوف في تباعد اجتماعي، في منصات بالأرض، في إرشادات، في إرشادات صوتية للتباعد الاجتماعي، عقيم اليد أول بأول، تقليل كثر المستطاع، في حوادث زجاجية ما بين الموظفين والمسافرين، عدم تقليل الضغط من الجهتين، كذلك كثافة حرارية منتشرة في كل مكان، منع الجلوس بالطاولات في المطار. نعم. قاعد هناك حواجز بين كل مقعد واخر، يعني اجراء احترازي حسب الضوابط والارشادات الصحيه. جميل، مهندس صالح، هل في هناك شروط واجب توفرها على الركاب المغادرين؟ نعم، احنا قسمنا الركاب الى نوعين، ركاب مغادرون وركاب الغادمون. المغادرين طبعا لازم يتاكد من الدوله اللي بيروح لها هل هي تحتاج فحص بي سي ار ولا شنو الطلبات اللي هي طالبتها، يقوم بتوفيرها قبل لا يروح لمنطقه الوزن، لن يتم قبوله في الرحله اذا ما كان مستوفي الشروط. فلازم يتاكد قبل اي المطار شنو الشروط الدوله اللي هو رايح لها ويوفر. كذلك اصبح المواطنين مطلوب من كل المواطنين المسافرين انهم يوفرون تامين صحي طوال مده سفرهم يغطي علاج من فيروس كوفيد 19. كذلك نوع على المسافرين انه يصححون الحقائب المحموله اللي تصعد بالطياره عن طريق البيت، مسموح الحقائب العاديه اللي تحمل اليد مثل شنط النساء، شنط الاطفال، لابتوب، ممكن شنطه صغيره حاجات والادويه اذا كانت عنده، لكن الشنط تحت الحجر هذه ممنوع يصطحبها الراكب. نعم. نعم مهندس صالح، ذكرت قبل شوي ان المسافر لازم يتاكد من الوجهه اللي رايح لها شنو الشروط، فوين يتاكد ومن منو يتاكد قبل لا يتوجه الى المطار؟ نعم، عنده طريقتين للتاكد، يا يعني عن طريق شركه الطيران اللي هو حاجز منها. نعم. يستفسر منهم قبل الحجز شنو الشروط، او انه يتم بعد ان شاء الله بعد كم يوم راح يتم اعلان رسمي طريق خارجيه ووزاره الصحه والطيران المدني في اغلب دول ما هي المتطلبات، وكذلك تعتبر خارجيه اذا كان الغادي يحتاج فحص بي سي ار. نعم مهندس صالح،
ماذا عن طرق حجز تذاكر السفر نفس اول عن طريق الاونلاين مكاتب السفريات ولا في طرق اخرى؟ نعم احنا من الاجراءات اللي ان شاء الله راح تشوفونها مختلفه واللي احنا مصممين نطبقها نقلل كثر ما نقدر التلامس وانتقال ورقي ما بين المسافر والموظف. نعم. فمن ضمنها التذاكر، التذاكر راح تكون عن طريق الاونلاين ويكتفي بصوره عن طريق الموبايل باظهارها لكاونتر الحجز، يعني ما يحتاج كل ورقه يقدمها. نعم. صوره التذكره ويقدمها في الكاونتر. كذلك راح يكون هناك ابلكيشن ان شاء الله راح يطلق يوم السبت اللي هو كويت مسافر. كويت مسافر هذا ابلكيشن ملزم لكل واحد مسافر او قادم بدوله الكويت انه يدخل للابلكيشن ويسجل، وهذا الابلكيشن راح يغنيه عن كثير من الاشياء الورقيه مثل التذكره، كذلك شهاده الفي ار والتعهد عند المغادره، وهناك بعض الاسئله وبعض الارشادات الصحيه راح يشوفها الشيء القادم. يعني نعم مهندس صالح، يمكن الحين وايد ناس تتساءل منو اللي يحق له انه يكون موجود داخل المطار، هل المسافرين فقط ولا ايضا مثلا ناس رايحه تستقبل او رايحه تودع المسافر نفسه؟ نعم، هناك جزء بالبروتوكول خاص بالجزئيه هذه، ممنوع اي واحد يدخل داخل المطار غير المسافر والموظفين. نعم. فقط هم لهم الدخول، ما عدا حالات خاصه سيتم النظر فيها اللي هم كبار السن ذوي احتياجات خاصه بالسماح لمسافر واحد انه يدش داخل المطار. استقبال التوديع راح يكون في برا مبنى المطار السيارات. نعم. ممكن السياره قبل لا ينزل الشخص يودع الشخص المسافر. نعم، هل في هناك اجراءات قانونيه تتبعها الاداره العامه للطيران المدني في مطار الكويت لمن لم يلتزم بالاجراءات اللي وضعت؟ نعم اكيد، احنا حتى قبل فيروس كوفيد 19 اي تعليمات تصدر من الاداره العامه للطيران المدني او وزاره الداخليه وهناك اي شخص لم يلتزم بهذه التعليمات اكيد في هناك قوانين وفي هناك ضوابط. نعم. يقوم فيها الطيران المدني ووزاره الداخليه الأشخاص اللي ما يلتزمون بهذا. نعم مهندس، يمكن أيضا في ناس وايد تتساءل عن التأمين الصحي المطلوب اللي هو يتطلب أنه هو يغطي فيروس كوفيد 19، شلون طريقته ومن وين الناس تأخذه؟ وبما أن الحين الأوراق خلاص ما راح تكون متواجدة داخل المطار، فهل التأمين لازم يكون يعني بالتليفون أو ديجيتال وشلون طريقته؟ نعم، التأمين هو تأمين عادي مثل أي تأمين موجود أي شركة تأمين ممكن توفره. يعني إحنا نذكر قبل الكوفيد 19 كان الدول الأوروبية إذا بصدر فيزا تطلب تأمين. نعم. بشكل نفس شكل التأمين هذا يتقدم لأي شركة وبإمكانه يأخذ صورة من التأمين هذا عن طريق الموبايل، ومجرد ما يسجل في كويت مسافر يقدر يسوي أبلود للصورة أو للتأمين، يقدم الباركود حق الكاونترات تشيكن، هذا عن طريق يقدر يجيك على كل طلب. نعم، وهذا التطبيق ضروري لكل مسافر أو قادم للكويت. نعم، لازم كل واحد مسافر أو قادم لازم يسجل في هذا التطبيق. نعم، اللي هو كويت مسافر. مسافر، نعم. جميل. نعم مهندس، في سؤال الحين عن خدمات المطار، هل في عمالة تساعد المسافرين ولا كل واحد لازم يكون يخدم نفسه؟ نعم طبعا، احنا كلنا نعمل تحت توجيهات مجلس الوزراء والسلطات الصحيه. طبعا في توجيهات للدوله كلها بتقليص اعداد العماله كثر المستطاع لتقليل عمليه انتقال الفيروس، ذلك نقل التلامس ما بين الشخص. فاحنا طبقنا هذا الاجراء البروتوكول نفسه. بالنسبه حق الطاير راح يكون ذاتيه للمسافر، لا هو يدز العربانه، هم نظرنا للحالات الخاصه اللي تحتاج يكون في عمال لنوعيه معينه واعداد العربانات كلها تحقق وتوضع في اماكن مخصصه للعربانات، وبامكان اي راكب سواء انه يحصل على العربانه بخدم نفسه فيها. نعم مهندس صالح، هل في هناك مراحل للتشغيل؟
نعم، احنا مثل ما عرفنا ان هناك اللي تم اعتمادها في مجلس الوزراء 3 مراحل. نعم. المرحله الاولى تبدي في 1/8 اللي احنا ان شاء الله قريبه جدا راح تبدي هذه المرحله بنسبه 30% من اجمالي الحركه، ثم ننتقل الى المرحله الثانيه في 1 فبراير 2021 في 50% من الحركه، و 1/8/2021 هذه مرحله نسميها مرحله الاكتشاف. طبعا هي انتهز الفرصه اني اتكلم، ناس وايد يقولون ايش دعوه سنه كامله فعلا يشتغل بطبيعته. احنا قبل ما نقر قبل ما نرفع التوصيه للوزراء الخطه مال الطيران تم اخذ استطلاعات جميع الغابيه جميع المنظمات الدوليه جميع الدول شنو تصورهم للشفاء هذا الفيروس كل الطيران. نعم. فهناك عده سيناريوهات، الطيران المدني اخذ اكثر سيناريو متفق اللي يقول انه راح يفقد الطبيعه الطيران الطبيعي ونهايه 2021، في ناس قالوا 23، في ناس قالوا 25. طبعا لما اتكلم عن الطيران المدني يتعافى ما له علاقه بالفيروس، لان الحين تعرف مشاكل كبيره على شركات الطيران. صحيح. لها وقت على مره ثانيه يعوض الخسائر ويستفيد. نعم مهندس صالح الله يعطيك العافيه على هذه المعلومات اللي اعطيتنا اياها ولمشاهدين مساء الخير يا كويت، ولكن قبل الختام هل عندك كلمه او رساله اخيره حاب توجهها للمسافرين؟ نعم، انا اطلب اخواني المواطنين والمقيمين انهم ياخذون المعلومات من المواقع الرسميه سواء للطيران المدني او وزاره الداخليه او وزاره الصحه، راح كل المواطنين يكونونها في مواقعهم الرسميه، لا ينتبهون للمواقع غير الرسميه والاثارات اللي قاعد نسمعها. اللي يلجؤون المواقع الرسمية. كذلك انتهز الفرصة أن أشكر جميع العاملين، هذا عودة التشغيل ليس للطيران المدني فقط، جميع العاملين في الجهات الحكومية أو غير حكومية كلها حطت إيدها في أن نعيد حركة إن شاء الله تجارية ونجح كلنا في خطتها. مهندس صالح الفداغي شكرا جزيلا لك، أكيد مستمرين مشاهدينا في فقرات مساء الخير يا كويت، ولكن من بعد هذا الفاصل.